فرض القانون استثناءات على شرط المصلحة الشخصية المباشرة أو الصفة؟ أورد ثلاث أربع استثناءات كده. الاستثناء الأول اللي هي الدعوة غير المباشرة. عارفين الدعوة غير المباشرة اللي بتاخدها في القانون المدني؟ إن واحد مدين ألف مدين لب، أحمد مدين لمين؟ لمحمد. ألف المدين ده وبه الدائن، به مش عايز يطلب فلوسه من مين؟ من ألف. فبه نفسه أساسا في نفس الوقت مدين لمين؟ لجيم. فيجي جيم يعمل إيه بقى؟ يقول لك طب أنت مش عايز تاخد فلوسك من ألف، أنا هاخد الإيه؟ هاخد الفلوس. دي اسمها دعوة غير إيه؟ مباشرة، اللي هو دائن الدائن. يعني أنا دائن لمحمد ومحمد دائن لبه. محمد مش عايز يطلب من به الفلوس، بطلبها أنا نيابة إيه؟ نيابة عنه. دي اسمها دعوة غير إيه؟ مباشرة، وبيستخدم نفس الدفوع. الاستثناء الثاني النيابة العامة، دعوة النيابة العامة، الدعوة المتعلقة بالنظام العام زي الدفاع عن المفقودين والقُصّر، دعوة الحزبة، الكلام ده كله. الحاجة الثالثة بقى اللي هي مهمة، دعاوى النقابات والجمعيات. يعني إيه دعاوى النقابات والجمعيات؟ كان في إيطاليا كانت واقعة غريبة كده، لمحامي حب يعمل دعاية لنفسه، راح عمل إيه؟ طبعاً الكلام ده مش موجود في مصر يعني، ولكن برضو من الواجب إن إحنا نقول لكم المثال ده. حب يعمل دعاية لنفسه فعمل إيه؟ عمل كروت كده لاصقة بقى يلزقها على الأتوبيسات، أتوبيسات النقل العام. نقابة المحامين شافت الموضوع ده فقالت لا، ده مهين للمحامي. يعني محامي يعمل يعني انت مش تلزق كده الاستيكر بتاعك انا المحامي الفلاني الفلاني. فهنا لما نقول دعوة غير مباشرة يعني ايه؟ لما نقول استثناء على الصفة يعني ايه؟ قالك ان نقابة المحامين، النقابات والجمعيات، النقابات والايه؟ والجمعيات. احنا بندي مثال بنقابة المحامين باعتبار ان احنا في ضيافتها. قال لك ان النقابة لها الحق في الدفاع عن المهنة، عن الايه؟ عن المهنة نفسها. يعني ايه؟ وهي النقابة صاحبة الحق. صاحبة الحق. طب النقابة صاحبة الصفة؟ لا، مش صاحبة الايه؟ الصفة. فجاء المشرع حط الاستثناء ده وقال لك لا، النقابات والجمعيات من حقها انها تدافع عن المهنة في مجملها، عن الايه؟ عن المهنه في مجمل. فالشخص ده المحامي ده اللي كان بواخد الاستيكرات وبيلزقها هو بيهين او بيسيء، بلاش بيهين، بيسيء الى مهنه الايه؟ المحاماه. فبالتالي تحركت السلطه المختصه ورفعت عليه دعوه دفاعا عن المهنه، دفاعا عن شكل المهنه، دفاعا عن كيان المهنه، ان المهنه ما ينفعش انها تمتهن بهذه الايه؟ بهذه الطريقه. فبالتالي لو طبقنا الموضوع ده على كافة الأمثلة المطابقة ليها، إن نقابة المحامين لو طلع مثلا على سبيل المثال واحد مذيع في التلفزيون عامل لقاء مع حد وطلع يشتم في المحامين، هو شتم محامي بشخصه؟ شتم محامي بعينه؟ خلي بالك لا، ولكن هو بيتكلم على مهنة الإيه؟ لا، أقول لك مثلا ده المحامين حرامية، ده بيعمله، ده هو ما خص الشخص. طب مين اللي هيرفع الدعوة دي؟ أنا عايز أقاضيه دلوقتي. حدش يقول كده أبدا. أنا عايز أقاضيه. مين اللي هيرفع الدعوة؟ ها؟ نقابة مين؟ نقابة المحامين. دي بنسميها بقى، طب أنت ليك صفة؟ ليك صفة باستثناء في قانون المرافعات اللي بيقول لك من شرط الصفة دعاوى النقابات والإيه؟ والجمعيات، ومن حق الجمعية إنها تدافع عن أعضائها. طب الموضوع ده بنلاقيه بكثرة في نقابات العمال، في نقابات الإيه؟ العمال. ان نقابه العمال من حقها انها تحافظ على حقوق الايه؟ العمال. طب هل ده، طب لو تم الاعتداء لفظيا مثلا على محامي بشخصه، بايه؟ بشخصه، المحامي ممكن يروح يرفع ايه؟ دعوه، وممكن يخلي النقابه ترفع ايه؟ وممكن النقابه من نفسها تتضامن مع مين؟ مع المحامي، وتبقى طرف، وتبقى ايه؟ طرف. يعني مش معنى ان انت ممكن ترفع دعوة ان النقابة ممكن تسحب ايه؟ تسحب ايديها. لا، طالما ان فيها دفاعا عن كيان الايه؟ كيان المهنة.